اصبح ايهاب امين لاعب النادي الاهلي ترند على تويتر، كل حته كل ما انا ماشي يقول لي ايهاب امين وعمل كوبري وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. البعض بياخد طبعا، كل جمهور النادي الاهلي شايف ان دي حركه مهاريه، اهي زي ما حضراتكم شايفين حركه مهاريه واتعملت عليها. انا بس اقف بس ثانيه واحده، هو ليه الراجل يعني، انا بسال سؤال، لاعب نادي الزمالك اللي بيجري ورا ايهاب، هو لو ما كانش لاعب نادي الزمالك ده جري ورا ايهاب كان الموضوع ايه اللي حصل فيه؟ ولا حاجه، كان الموضوع هيعدي كانها لعبه مهاريه، وهم كاصدقاء يعني او كلو لعيبه منتخب مع بعض انا ما اعرفش الحقيقه، كانوا ممكن يتعاتبوا بعد كده بينهم وبين بعض. ولكن كل ما اجي اسال حد من لا يشجع النادي الاهلي يقول لي ليه هو عمل كده، ليه هو ايهاب عمل كده ليه؟ فانا الحقيقه لما كان حد بيجي يقول لي يا اسلام انت يعني انت كاهلاوي ترضى ان يتعمل فيك كده؟ قلت لهم يا جماعه انا سؤالي لحضراتكم بقى، لمن لا يشجع النادي الاهلي او لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، هو لو حضرتك كنت تملك ان انت تعمل كده كنت عملت كده ولا لا؟ انا عندي الاجابه، واجابه واضحه وصريحه، والكابتن خالد العوضي عملها في البرنامج قبلي، يعني زعها في البرنامج قبلي. ليه؟ لان انا دلوقتي اذا كنت املك ان انا اعمل شيء في اطار الملعب وفي اطار المهارة وفي اطار كرة السلة، بما اننا بنتكلم عن كرة السلة، هعملها. لكن هو حضرتك لما حد بيقول لي طب يعني انت كان ترضى يتعمل فيك كده؟ لو النادي مثلا الزمالك هو اللي كسبان النادي الاهلي، كان نادي الزمالك عمل كده؟ لا، انت عملت اكتر من كده، انت عملت لو تقدر تزعلي زعلي، انت حضرتك عملت اللي اكتر من كده، حضرتك عملت الحاجه اللي تسيء بالفعل للمنظر او للرياضه بشكل عام. اتفضل. هو ان انا العب ضغط ده في كره السله، حد يقول لي دي مش مهارة، دي مهارة ممكن تبقى حاجة تانية لكن مش كرة سلة. فهل من المفترض ان انا اسمع كلام حضرتك او اشوف اللي حضرتك بتعمله وانا اسكت؟ انا كلاعب النادي الاهلي كإيهاب، ايه اللي حصل؟ مهارة، واحد فتح رجله قدامي، حطيت الكرة ما بين رجله، خدتها من الناحية التانية. ايه العيب في كده؟ كرة السلة تقبل كده، كرة السلة تقبل كده، اهو مهارة، انا عايز ارقصه اهو، مش عارف ارقصك منين وانت فاتح، قمت حاططها. انا ما بفهمش قوي، انا ما بقولش لحضراتكم ان انا بفهم قوي في كرة السلة يعني، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم بالمنطق والعقل. ولما حد من لا يشجع النادي او من بعض من لا يشجع النادي الاهلي يجي يقول اسلام انت يعني انت كان يرضى تتعامل فيك كده مش عارف ايه، هقول له حضرتك عملت اوريدي كده قبل كده. وبعدين سؤالي بقى لكل من شايف ان هي حركه مستفزه او حركه فيها مش عارف ايه، هو حضرتك لو كنت تملك ان انت تعمل كده كنت عملت كده ولا لا؟ انا الاجابه بالنسبه لي كنت هتعمل، كنت هتعمل، لانه اذا كان ايهاب أمين لعب وهو بيلعب عمل حركة مهارية بتثير على وجهة نظر الناس اللي بتتكلم يعني بتثير الاستفزاز، طيب معناها إيه اللقطة اللي احنا شفناها قبل دي؟ دي اللي إيهاب عمله ده حركة مهارية في كرة السلة في النهاية. لا والنبي شلي، لا شلي شلي، أنا ما بحبش أشوف المناظر دي. يعني احنا عمالين نقول يا جماعة يا رب الجمهور يرجع، هنتكلم في النقطة دي بعدين، لكن أنا بقول لحضراتكم حاجة وخلينا نبقى مع بعض واحدة واحدة. وعلى فكرة أنا ما عنديش مشكلة، أنا بيبقى عندي وجهة نظر، لو تناقشنا وحد أقنعني بعكس وجهة النظر دي أنا بطلع أقول إن أنا أخطأت أو إن أنا تراجعت في وجهة نظري، ما عنديش مشكلة يعني. لكن أنا في إطار كرة السلة أنا عملت مهارة من المهارات، من وجهة نظر البعض هي بتثير الاستفزاز، من وجهة نظر البعض هي بتثير الاستفزاز زي الفل. أنا معاك، لو طبعا أنا مش معاك، هو الناس اللي بيسألني بقول له كده،
اي حد بيسالني من من لا يشجع النادي الاهلي بقول له الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده. يا جماعه هل هي قانونيه ولا مش قانونيه؟ هل هي مهاره في كره السله ولا مش مهاره في كره السله؟ طيب سؤالي بقى التاني اللي بيبقى بعد كده، هو الضغط مهاره في كره السله؟ هو الضغط اللي هو مش مهارة أساسا في كرة السلة هو استفزاز ولا مش استفزاز؟ بمنتهى الموضوعية وبمنتهى بالراحة خالص، واحنا بنتكلم دايما بنتكلم بالراحة، ولا بنزعق ولا بنعلي صوتنا ولا الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده.